السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أصدقائي؟ اليوم معنا الحلقة الرابعة من ميني كرافت الحقيقية. طبعا أصدقائي، اليوم بدنا نروح نستكشف المكان اللي شفناه في الكهف، اللي فيه خشب واللي فيه أشباك العنكبوت السبايدر. طبعا أصدقائي، ولا تنسى حملتنا توصيلي إلى 100 مشترك، وشكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسى تحط اللايك والتعليق والاشتراك أصدقائي لنستمر معكم، وخليكم معنا ومع المقطع. يلا يا شباب، هلا رح ننطلق تماما ونروح نشوف مزرعة البقر، إذا في ممكن نقدر ناخد حليب، لأني بالكهف عدوا علي عناكب وسمموني، يعني والتسمم ما بنشال غير بالحليب. والله تعبى حالي تماما. انا برأيي انكم تضلوا هون عند القرويين عشان ما تموتوا. بروك انت هون، وانت كمان بروك هون، واستنوني لارجع يعني. طبعا ويلا خلونا ننطلق. اذا شفنا حجرة هون، هي هي الحجرة شايفينها، خلونا نروح نلحق الحجر عشان نشوف وين الموقع عشان ما اضيعه. هو قريب يعني، ما هو بعيد، بس انا حطيت حجر عشان اروح بسرعة وما اضيع وقت وين واي مكان. شايفين الحجر وين؟ هذا هو. تماما هذا هو الموقع تحت، يمكن ايه هذا هو شايفينه. رح ننزل ونحفر، لان جوات الكهف يعني غمقت كتير حتى لقيت الموقع واخدته. رح نحفر حتى نوصل له، هذا من هذا الطريق هيك، رح ننزل من هون نحفر. بس طبعا حفرتنا ما رح تكون خطيرة، انا متأكد انه ما في لافا تحتنا. رح ننزل لل وقف شوي، نحط الاشارات لل 27، بس ان شاء الله ما يطلع لنا شيك تحتنا. لل 27 حط لي، نجهز شمعاتنا، حط الشمعات باليد الثانية. هذا هو، يا سلام. شايفين اصدقائي، انا استكشفت هون في انارة، لازم يمكن انا حاطط انارات. وهذا الايرون، والله في لتحت، راح لتحت. الله مالنا في، احنا مثل ما قلنا الهدف، خلونا ننور شوي. هذا هو الهدف، هون في سكة حديدية، شايفين هدول؟ هدول بالسيف بنشالوا اسرع. رح اخذهم انا هدول، اللي بلزمونا وكذا هيك شي محرز. بس تماما خلونا نشيل هدول، هدول بلزمونا الخيوط. واو، يوجد سبينر يمكن. هذا هو، اجا. سممت يا شباب، شوب. شايفين اللي اطلع من هون يا ترى؟ خلونا ناكل. وما يقدر يطلع تماما.
نقطة رائعة هاي. خلينا نطلع واحد تاني نقتله ونفوت لجوا ونضيق السبينر او نسكره. عم يطلع يعني واحد، يلا اطلع بسرعة اطلع. كان اثنين. قولي لي لا 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 لا. اشرب حليب. قتلني 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 قتلني. ها ها قولك علقت بالشبكة يا شباب. ضل بس نحط هون يعني واحد. شيل هاد بسرعة. تماما. وهذا هون خالصين يا شباب. يمكن سكرنا عليهم ما بقى يقدروا يطلعوا. متأكد. هلا بالشمع ما بقى يطلعوا، ما اظن يطلع. خلونا نشيل هذا الشباك بالزمن. الخيوط هدول كويسات ما قلنا لنصنع. منيح جبنا معنا الحليب، والحليب شوي انقذنا. تماما. هلا بنقدر ناخذ الموارد اللي بدنا اياها طبعا اصدقائي. انحبس ما بقى يقدروا يطلعوا. والخيوط بشكل خرافي هدول، كل الخيوط. خيوطة كتير هون، بس ما يكون في سبينر تاني. اذا في واحد تاني راح اسكر الحجر كله عليه. يبدو انه هون في زومبي. لا تجوا لا تجوا لا تجوا لا تجوا لا تجوا. لك لك لا تقرب لا تقرب لا تقرب، راح تموت. واو النزلة خطيرة. هون في عنا الايرون، خلونا ناخده يا شباب. ظهر انه ما لقينا شي. هذا مبني هيك ما في اي شي ممكن نستفيد منه غير الموارد العادية طبعا. انا فكرت انه الاقي لي شي صندوق نفتحه طبعا. خلونا ناكل يا شباب. انا بس عم بنقص شوي، بدي اكل اعوض عشان ما اموت. خلونا ننور هون. ما في شي هون. خلونا نتجه لاماكن ما شفناها. السبينر سكرنا عليه. مزبوط شغلنا كله مزبوط. هون ما شفنا شي يا شباب. ان شاء الله يكون في شي صناديق. في جولد. يا سلام. والله مشروع كبير يعني. ايش فائدة بناء هذا المشروع يعني في هالمنطقة هي؟ في شي هون؟
سكر هذه الماء طبعا، شيلها. أين السيف؟ خلونا ننور المنطقة. واو، يوجد صندوق يا شباب. لا 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 لا. واو، الأمر خطير. كم عنكبوت لحقني. بتدخل من هون؟ لا، دخل 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 دخل. يا شباب، دخل العنكبوت تحت، هو هون مستعد لك. علق لقش هو. خد لك. ليش انه بسمم؟ ليش شايفينه بسمم؟ ما بعرف ايش قد السم فيه. ليش عم بحطوه يسمم؟ ما بعرف. لك في صندوق، يعني انا ما بقى الله بدي اشوف الصندوق. وين شفنا الصندوق يا شباب؟ هون 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 هون. دي هاي واحد. كول 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 كول. عوض عوض عوض. تماما، شيء مرعب يا شباب. لازم نفوت نشوف الوضع. خلونا نفتح الصندوق. قرب شوي وما في شي محرز. يعني ما في شي محرز، ما في شي. وليه ليه ما بدي اموت في هالطريقة هاي. فورا عم بسممني. ليه ليه لا 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 لا. خذ خذ لك خذ لك خذ لك خذ. بدي اسكر السبينر. بدي اسكره. لا 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 لا. ما عم نلحق. بو بو. لا لا لا، هذا خطر 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 خطر. خطر. شو بده يجي لعندي؟ إذا بده يجي خطر خطر. سكر يا شباب، ما لنا فيه يا شباب. عم نموت عناكب سامي. خلونا ناخد هالموارد ولا نروح مرة تانية. والله انا شايف بدي ارجع مرة تانية. تماما. من اجهال. لا 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 لا. منيح يعني ما بهاجموني، بلحقوني ضلوا. تعال
يعني خليك عصيان هون، هذا اللي بدي اياه انا. شيل هاد شيل هاد. شمع شمع شمع، وينه شمع شمع؟ حط عليه تماما تماما. شيل هذا عن الشيطان، ما يرسم الواحد تاني. والله في شبك، ما اظن يرسمل. تماما. هلا هيك بنقدر انه سكرنا، ان شاء الله ما يكون في شي غيره. لازم واحد يكون شوي شجاع بهيك شغلة. تمام، تأكدت انه سمن انه ما بيقتل على الاخير، فسجعت يعني. الله هيك تماما اصدقائي، خلونا نشيل هاد. في شي عجب جوا، خلونا نتأكد. نشيل هذا الشبك، يعني بدوس في مدخل جوا. هذا اللي بيشجع سماح يفوت، بلكي شاف صندوق تاني. هاد بنارين للعناكب وخطرين كمان، ما قليلين تماما. هلا قولي لا لا لا، تعال اقلب. مات، بس عم بتسمم انا. هذا واحد تاني يا شباب. تعال 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 تعال. في يعني واحد تاني اكيد نلعب بجوادول. كانوا متخبيين هون يعني، احتمال. خلونا نحط ضوء. في شي فوق؟ والله في شي. نفسه على ما اظن هذا كله، لاني منور الطريق. شوف بلكي نقدر نوقف هاي اللافا. صعب من هون، ما مرقنا يا شباب. كأني ما مرقنا، كأني صندوق شلنا. مزبوط، صح صح صح، عنا شلنا صندوق. في صندوق هون يا شباب. يا إلهي، يلا نتأكد ايش فيه. شو فيه؟ واحد اثنين ثلاثة. ما في شي محرز. ثلاثة من هدول ايش نكب؟ لازم نكب لنا شي. ما هو كب هاد؟ لا، الصندوق نكبه. ايش لنا في الصندوق نحن؟ الفحم، حط الفحم هون. هاي ايش شو هاي؟ سكة حديدية مستشعرة؟ شلون هاي بقى؟ والله غريب من امره. هاته ناخده معنا، بس ايش بدنا نكب يعني؟ كبسة الخي، ومعلش هاته السطل هو 3 ايرونات، ما بأسره. اوه في واحد تحت يا شباب، في صناديق. في شي هون؟ ضوي. هلا حلي الشغلة، حاليات الشغلة. تمام، هات اللبس. ايش ننكب يا شباب؟ هات الفحم لهون. ايش لازمنا؟ ما هو لازمنا شي، يعني كله بالتم معنا. عنا 23 شمعة. ايش ننكب ايش ننكب؟ والله احترنا. شيل هذا، حط اللبس ورا. والله بيتكس هذا، راي ينكسر. خذوه، بدي عفنا لكم عشان ما تقولوا ما عفنا شي. هاي عم نعيف عنكم كل شي. ايوة، ايش نحط؟ هات هذا لنشوف. شمع، والله هات الشمع. الله هيك الطريقة كويسة سويناها. هلا هون ببقى شي مهم. خلونا نطلع من هذا الطريق تماما.
هنحدد منين طريق الروح حتى شو عم بصير؟ لا 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 تعال اشوفك. نطلع من طريق الكهف. نطلع من طريق الكهف الخطير. خلونا نروح يا شباب لغير مكان. لك رسملوا كومي صار انفجارات عندي. هلا نحن شقد مستوانا هون؟ على 26. لازم نرتفع. فرجيني هلا رح ارجع لكم يا شباب ونشوف بأين نقطة نطلع نشوف الأسهل شيء. وأخيرا أصدقائي خرجنا من هذه الحفرة تماما. والله فينا نرجع إلى المنزل إلى البيت. هاي الكليب هون عم تستناني. تماما رجعنا من هذه السفرة بخير وسلامة. يلا الحقوني. اصحى انت وانت قوم. يلا حقوني بس لا توقعوا في اللاب. هات نتأكد من الموارد اللي جبناها. تماما في عنا هون الخام الذهب. خلينا نروح على الفرن فورا. في عنا اشياء كتيرة. هون نحط النص 10 بكفي. خلينا نحط هون 10. خلينا نحط الالكون نص ستاك هون تماما. ونجي على الطرف كمان بنشغل نحط نص ستاك. ومن هون بنحط كمان شي 23 حط نص. وهون كمان بنحط نص. خلي يشتغلوا الافران كلها. شايفين اصدقائي هلا كله هون بيشتغل. بنزل هون عاد شايفين عم بنزل. شايف الذهب هون بلش. هون الحديد الايرون طبعا كله عم ينزل. وخلونا نشوف هون. هي عنا خيوط 49 بس الله صار عنا كم ستاك خيط. ضل 3 ستاكات خيوط ما شاء الله. شنو هذا؟ وهي عنا لحم زومبي صار 54. هذا السكك الحديدي وين نحطهم؟ نحطهم هون. هلا نحطهم هون. عنا 3 ستاكات. لا والله ما هو 3 ستاكين ونص. وعنا دول بيشتغلوا يعني بالريدستون طبعا. بس هي انا ما فهمت اول مرة بتعدي علي بس اشي مستشعرة بقى. لنشوف بعدين اصدقائي. هلا في عنا الفحم. الفحم هون بذكر حطيته تماما. حط الفحم كفي عندي هدولي كويس. وعندك هدول 5 صوان تماما. هون عنا العظم بنحطه على العظم. وهذا عين العنكبوت تماما. هون في عنا شو اسمه. خلونا نحط هذا وهذا راح ينكسر عيفه. ضل معنا وهذا بضل معنا. وعنا هاد والريدستون هون بنحط تقريبا. هاي الريدستون حطه هون تماما. الله كل شيء عنا جاهز. وهذا الريزورت هنحطه بالمكتبة لأن هو شغله بس بالمكتبة. أو خلونا نحطه هون نشكل هاي فون ما هو مشكلة ما بأثر. وخلونا نشوف هون اللحم صار. هاي في عنا لحم هون حطه فوق هاد. والذهب والايرون هون كمان. هي الذهب الايرون بس هون مزبوط صح تماما اصدقائي. هلا هيك عم نقدر منقلكن ان وصلنا لنهاية الحلقة. ولا تنسى تحط اللايك والتعليق والاشتراك اصدقائي. وحملتنا لتوصيلي الى 100 مشترك ونشر الفيديو ليعمل فائدة الكن والي طبعا اصدقائي. وتنتظروا الحلقة التالية إن شاء الله بعد فترة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.